Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. As we begin this morning with our first session, inshallah azawajal, we're going to begin with Sheikh Hatim, and after that hopefully the technology works for Sheikh Waleed with regards to the second half of the presentation. We do ask that once again those who are outside that they do come on in, so that this way we are not in any way disturbing the presentation and those who are present. Jazakumullahu khairan. Bismillah alhamdulillah salatu salam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. طبعا استجابة لأمر شيخنا بالأمس بتقصير المحاضرات، إن شاء الله هذه المحاضرة أو هذا العرض سيكون قصيرا، سأجتهد أن يكون في حدود 15 أو 15 دقيقة النقاش. فدعني أضبط الوقت هنا. أيضا مواضيع المحاضرات، يعني الإخوة المحاضرون أو العارضون، هذا الرجاء مني، لأن بعض يعني الأئمة كلهم ليسوا على نفس المستوى. بعض الأئمة عندهم دكتوراه في الشريعة، وبعض الأئمة يعني دون ذلك بقليل، فأرجو يعني أرجو أخذ ذلك في الاعتبار، بحيث أن بعض الناس يعني لا يخرجون من هذا الملتقى من غير، وما هي القضية؟ قضية شهادات، يعني أنا قضية أتكلم عن العلم، يعني أنا أقول مش دكتوراه في الشريعة، بكالوريوس إعدادي ابتدائي، لا أنا أتكلم، ممكن واحد ما يكون عنده شيء ويكون أعلم 7 مرات من صاحب الدكتوراه، لكن أنا أتكلم إنه في فروق. الأئمة ليسوا شيئا واحدا، مثل ما قلت في أول مرة أن المرأة ليست شيئا واحدا، وأن في فرق بين امرأة عندها يعني مثلا 26 سنة وأخرى عندها 70 سنة، فرق والله كبير، يعني موجود الفرق. فكذلك الأئمة أيضا، فتتفاوت الأفهام، ولذلك أرجو أن تكون هناك رسالة مركزة في النهاية للأئمة أو لنا جميعا. يعني في عرضي إن شاء الله سأقتصر على هذه الرسائل السريعة المركزة. نعم، سكر هذا. لا خلاص، لا إن نفتح هذا ونسكر الثاني. لا ما تتعب نفسك أبدا، نسكر. أنا قيل لي إن هذا ممكن يمشي، بسيط، نرجو إن ربنا بس نعم. لا أنا أقول نرجو إن هذا يعمل. فهناك في البحث بدأت بتمهيد وبذكر أدلة المضيقين والموسعين. طبعا أدلة المضيقين هي أدلة الموسعين، لأن كلنا نؤمن بالقرآن والسنة، لكن أنا أقول الأدلة التي يستخدمها المضيق في التضييق والتي يستخدمها الموسع في التوسيع، لكن كلنا نؤمن بهذه الأدلة كلها. أنا طبعا لن أذكر الأدلة، هي موجودة في البحث، لكن أبدأ بالأسئلة التي وجهت إلي بخصوص موضوع المرأة والعلاقات الاجتماعية. فكان أول سؤال: ما حكم الاختلاط على الشبكة العنكبوتية، وما حكم المحادثة عبر البريد الإلكتروني الشات بين الولد والفتاة؟ طبعا في مسألة مثل هذه المسألة، الشبكة العنكبوتية استفادت
الناس من الشبكة العنكبوتية، بناتنا، أولادنا، كيف يستفيدون من الشبكة العنكبوتية؟ هل هناك حاجة لأن يستفيدوا من الشبكة العنكبوتية؟ يعني في بعض الأوقات تكون عندنا أيضا أجوبة شيئا ما راديكالية لبعض هذه الأسئلة، فنقول بلاها الشبكة العنكبوتية، ما في شبكة عنكبوتية، هذه يعني تأتي لنا بالشر، فلماذا يعني نجلب الشر لأنفسنا؟ وربنا عز وجل يقول قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمت الخمر تجيب فيها خير لكن تأتي بشر كثير ولذلك حرمت. فبعض الناس ممكن يقول ذلك، وممكن يقول أنه لا يستعمل الناس أو الشباب خصوصا الشبكة العنكبوتية، لكن الحقيقة أن هناك فرقا بين الخمر والشبكة العنكبوتية. أول هذه الفروق أن الخمر لا يمكن فصل خيرها عن شرها، أو لا يمكن التقليل من شرها. الفرق الآخر إنه مش بالضرورة إن الشبكة العنكبوتية اسمها أكبر من نفعها، يعني مش بالضرورة إن الشبكة العنكبوتية اسمها أكبر من نفعها، بل لو نظرت لوجدت في بعض الأوقات إنه الشبكة العنكبوتية هذه فرصة كبيرة جدا لنا في الدعوة الإسلامية، وتأخرنا والحقيقة لم نتأخر، والحقيقة هذه أيضا من المبشرات أن المسلمين لم يتأخروا مثل ما تأخروا 200 سنة في الطباعة، لم يتأخروا في الإفادة من الشبكة العنكبوتية كما تأخروا عن الإفادة من أمور كانت قبلها مثلا الطباعة وغيرها. فالحمد لله هذه من المبشرات. إذن فنحن نقول إنه اسم الشبكة ليس أكبر من نفعها، وأنه يمكن التقليل من مضار الشبكة، ولذلك ينبغي أن نفكر في ضوابط معينة لاستعمال الشبكة، لأنه لا ينكر عاقل أن هناك مخاطر في استعمال الشبكة سيما لأولادنا وسيما للمراهقين. فما هي تلك الضوابط؟ أقول أولا يعني هناك ضابط مهم وهو مسألة عدم تضييع الأوقات، لأنه مهما كان استعمال الشبكة العنكبوتية، مهما كان استعمالنا للشبكة العنكبوتية، فبعض الناس ينتحرون أمام الشبكة العنكبوتية، يقتلون أنفسهم بتضييع أوقاتهم، جل أوقاتهم أمام الشبكة العنكبوتية، حتى في المباحات، يعني دعك من المكروهات والمحرمات، حتى في المباحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الأمر الآخر أنه ينبغي اجتناب كل شر وفتنة قدر الإمكان، واختيار المواقع التي لا تعرض صورا عارية أو إعلانات تحويها، ففي الأغلب تكون هناك بدائل. يعني إذا بطريقة عملية، يعني ابنك لو عنده حساب على الهات ميل قل له يغيره للجيميل، الهات ميل يكون فيه على جانب الهات ميل يكون فيه إعلانات، وبعض الأوقات تكون هناك صورة عارية، لو غير للجيميل لا يجد هذه الإعلانات، بسيطة جدا. وبنتك كذلك تقول لهم بدل الهات ميل روح للجيميل. ثم قلت أما إن كانت هناك منفعة معتبرة لا يتوصل إليها إلا بتحمل شيء من الكدر، كصور النساء على المواقع الإخبارية والبرامج الوثائقية وغيرها، فلعل في قرار مجمع فقهاء الشريعة بمؤتمره السادس بعض الجواب على هذا السؤال، وهذا هو القرار سادسا، يعني من سادس القرارات، قرارات المجمع في مؤتمره السادس، حول الانتفاع بالبرامج المرئية أو المسموعة النافعة التي قد تشوبها بعض المخالفات. الأصل في المعارف، الأصل في المعازف المنع لكونها من المحرمات أو من المشتبهات على أدنى تقدير، ويستثنى من ذلك الدف في الأعراس ونحوها ويرخص في الانتفاع بما عده الآخرون من البرامج العلمية والوثائقية أو التاريخية الهادفة أو الأفلام الكرتونية النافعة بالنسبة للأطفال. وإن شابها شيء من المعازف التي لا تحرك الشهوات ولا تثير الغرائز
نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل المتاحة وتفريقا بين السماع والاستماع عندما لا تكون هذه الموسيقى المصاحبة مقصودة في ذاتها ولا يصيق إليها المشاهد بسمعه ولا يلقي لها بالا، فهي أشبه بالفواصل الموسيقية في نشرات الأخبار التي اتفق السواد الأعظم على الترخص في سماعها ومشاهدتها مع التنبيه على حكم المعازف وتقليلها ما أمكن. فأظن أنه يعني إذا كانت هناك بعض إذا كان هناك بعض الكدر المغمور في المصلحة الراجحة ربما يتساهل في ذلك الأمر لعموم البلوى. قلت أيضا لا نرى بأسا بوجود الرجال والنساء في نفس الوقت داخل حلقة دراسية أو دعوية على الشبكة، والأمر في ذلك جائز في الحقيقة كما بينا مع المباعدة المعقولة، فلأن يجوز على الشبكة أقرب. يعني إذا كان هناك مجموعة من النساء والرجال في حلقة درس افتراضية فهذا جائز في الحقيقة، فلأن يجوز في العالم الافتراضي أولى. ثم قلت إن اجتماع رجل وامرأة وحدهما في إحدى هذه الغرف الافتراضية لا ينبغي إلا في أضيق الحدود ولحاجة معتبرة. هذا في رجل وامرأة، يعني أتكلم الرجال ونساء ما في بأس، لكن رجل وامرأة في غرفة درس افتراضية أو في غرفة في virtual room، أي غرفة افتراضية اجتماع رجل وامرأة فيها، هذه ليست الخلوة الحقيقية المنهي عنها في الحديث، لأن هذه خلوة حديث ليست خلوة نظر، وخلوة حديث مع مباعدة ممكن يكونوا بينهم 13 ألف ميل مثلا، فهي ليست الخلوة الحقيقية إنما هي نوع خلوة حديث، لكنها قد تؤدي طبعا إلى ضرر. فنقول لا ينبغي إلا في أضيق الحدود ولحاجة معتبرة ولا يتجاوز قدرها. يعني شيخ بيسمع لفتاة، شيخ مثلا عنده على السكايب تدريس قرآن والفتاة تسمع القرآن، فهذه حاجة معتبرة الحقيقة يعني. وهذه طبعا يعني هذا فتح، والله فتح كبير وتيسير من الله عز وجل لعباده المؤمنين، سيما الأقليات المسلمة في تلك البلاد إذ يمكن لهم في أصقاع شتى التواصل مع مشايخ مجازين حملة قرآن يصححون لهم قراءتهم. قلت ولا يتجاوز قدرها ويلزمها الانصراف فور انقضائها، أو يلزمهما الانصراف فور انقضائها تلك الحاجة، ولا يجوز لهم التسامر وتبادل الأطراف الحديث فيما لا يتعلق له بعين الحاجة التي جمعتهما في تلك الغرفة، لعموم الحديث التي تنهى على الاختلاط لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ينبغي الحذر من المواقع المشبوهة وتجنب الشباب من الجنسين على وجه خاص مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان توجهنا في المؤتمر السادس أيضا، أن الشباب والمراهقين ينبغي لهم تجنب مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا يكاد ينحسم شرها، ولعله ينبغي توفير البدائل اللازمة، وهناك بالفعل جهود لعمل ذلك. كان في باكستان بدأ بعض إخواننا مسلم فيسبوك، يعني شيء يعني an alternative بديل للفيسبوك، وطبعا بعض الناس يقولون هذا مستحيل، ازاي العيال مش هيدخلوا على الفيسبوك ازاي؟ والله يا اولادي ما عندهم فيسبوك. يعني القضية انه ليس مستحيلا، ويعني ما حد فيهم فقد ذراعه ولا رجله بعدم يعني دخوله الى الفيسبوك. البدائل اللازمة، بيد أن هذه المواقع قد تكون أرضا خصبة للتعريف بالإسلام والدعوة إليه، فيسوغ للدعاة التردد عليها لهذا الغرض متى أمنوا على أنفسهم. أنا أتكلم عن الشباب والمراهقين، ما أقول الكبار، وما أقول الدعاء على وجه خاص وأصحاب الغرض الصحيح في أن يكون في الدخول إلى تلك الأماكن وعمل تلك الاشتراكات. أنا عندي حساب على الفيسبوك للتواصل مع الإخوة وغيره، لكن المراهقون الحقيقة مع مخاطر الفيسبوك لا نرى للمراهقين أن
تكون لهم حسابات على تلك المواقع أو تواصل مع في هذا الفضاء الافتراضي. المراسلة الإلكترونية شأنها شأن المراسلة الإلكترونية شأنها شأن المراسلة البريدية، وليس يسوغ أن يكون ثم تراسل من غير حاجة لا تقضى بغيره بين رجل وامرأة أجنبية عنه، فمتى كانت هناك حاجة لذلك رعي الالتزام في الكلام بالقدر الذي تتحصل به تلك الحاجة، وعدم التطرق إلى المسائل الشخصية كالسؤال عن العمر والحال والطقس ومكان العمل والدراسة أو السكن إلى آخره. لا يجوز استعمال الصوت حيث تكفي الكتابة وتؤدي الغرض المطلوب، أما الصورة فتجتنب بالكلية، يعني إلا أن يكون واحد مثلا شيخ أمامه عايز يشوف الإشمام عندها مثلا شيء، لكن في غير تلك الحاجات المهمة المفروض أنه لا يكون أبدا الشات بالصورة، يعني واحد اثنين مثلا في MSA بيكتبوا البعض، إيش الحاجة أن يكون الفيديو كونفرنس بينهم؟ ألا تنقضي تلك الحاجة برسالة إيميل؟ طب لا تنقضي برسالة إيميل ولا بد من التواصل المتزامن synchronized. طب لا تنقضي بالشات، طب لا تنقضي بالشات، لا تنقضي بالصوت، ليش الصورة؟ يعني ليش الصورة؟ فإن احتاجت المرأة لاستعمال الصوت كما لو كانت في جامعة مثلا على الشبكة، هذه في غرفة فيها يعني عدد من الرجال والنساء وكانت تحضر حلقات الدرس الافتراضية، فما يقال لها من ضوابط في حديثها مع الرجال في السوق والطريق يقال هنا أيضا. وقلت أنه ينبغي مع منع المراهقين والمراهقات منعا تاما من المحادثة على الشات مع الأجانب والمجهولين، وفي فائدة من قرارات مجمع فقهاء الشريعة حول جواز مراقبة الآباء مراسلات الأبناء، بل هو الحقيقة المنبغي أن يراقب الآباء مراسلات المراهقين طبعا بتلطف. يعني قال المجمع جاء في قراراته في المؤتمر السادس: ينبغي للآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية توعية الناشئة بأحكام التصرفات والعلاقات والمراسلات بين بعضهم البعض، وينبغي أن تكون العلاقة بين الآباء والأولاد قائمة على أساس من الانفتاح والتواصل والتقارب الدائم والتشاور وحسن التوجيه والإرشاد وتغليب الثقة وحسن الظن بالأولاد، ومن مسؤولية الآباء الرقابة على تصرفات وعلاقات ومراسلات الناشئة الذين لم يبلغوا سن التكليف بطريقة حكيمة ومناسبة. أخيرا قلت: أرجو ألا يهون الشيطان من خطر تلك الفتن في أعيننا أو يهول من قدرتنا على مقاومتها، تحصل مشاكل كبيرة جدا يا أخوانا بين الدعاء والداعيات بسبب الترخص في هذه الأمور والتساهل، أو يهون من قدرتنا على مقاومتها، فإن الله قد أمر أمهات المؤمنين ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهن في الفضل من هن وفي خير الأزمنة والأمكنة، ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتون الدجال يظنون بأنفسهم الإيمان فينقلبون كفار. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. المسألة الثانية: هل يجوز جمع الشباب والشابات في فضاءات مفتوحة للتعارف من أجل الزواج، وما حكم مواقع التوفيق بين الراغبين في الزواج؟ قلت إن حاجة العزبة للزواج لا تخفى، فلو غشيت المحافل مع التعفف والصيانة حتى تعرف لكان ذلك جائزا، والحاجة داعية إليه في بلاد الغرب حيث المسلمون متفرقون ولا تجمعهم إلا مثل هذه المحافل، ولقد كان من نساء الصحابة رضوان الله عليهم من تتجمل للخطاب، فعن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة، تعرفون حديث سبيعة وسعد بن خولة أنه توفي عنها في حجة الوداع فتجملت للخطاب بعدما يعني تعلت من نفاسها وتجملت للخطاب، وفي رواية اكتحلت وفي رواية اختضبت إلى آخره. فإذا هذا الأمر يعني لا ينبغي أن يعني لا ينبغي أن نعطل مصلحة الزواج، لأنه هذه مصلحة كبيرة جدا. نحن متفرقون في قارة، 6 مليون إنسان متفرقون في قارة واسعة، فلو بقيت في مكانها ربما لا يأتيها أحد. يعني في بعض الأوقات مدينة مش عارف اسمه، مدينة اسمها شو اسمه
ذهبت إليها قريبا وجدت 300 مسلم هنا وهناك، يعني ربما لا يأتيها أحد لو لم تغش هذه المحافل، فتجلس من غير زواج ولا نقول لها تتعرض للخطاب، تيجي المؤتمر وتتعرض للخطاب حتى تتزوج. إيش؟ ديترويت؟ لا بأس نبعثها إن شاء الله عندكم. فالذي يظهر أن هناك شيئا من التجوز في حق العزب الراغبة في النكاح، وما تفعله بعض المؤسسات الإسلامية من جمع عدد كبير من الراغبين في الزواج وآبائهم في قاعة واسعة والسماح لكل منهم بالكلام عدة دقائق مع أكثر من شاب أو شابة، لا يظهر لي وجه للمنع منه. أما قبول أحد الناس لذلك أو رفضه فهذا شأن خاص يرجع إلى اختلاف العادات والبيئات واعتبارات شخصية أخرى، أنا ربما لا أقبل ذلك لكن لا يعني أنه حرام. ثم قلت إن المرأة التي يأتيها الخطاب إلى بابها وتستغني عن هذا كله بما عرف من جمالها أو سمعتها كحافظة لكتاب الله أو ناشطة في الدعوة أو غير ذلك، خير لها أن لا تغش هذه المحافل لهذا الغرض وأن تستغني بما عرف من حالها. قلت أيضا إن هذه المؤسسات ينبغي ألا تقع في التفريط وأن تجتهد في تحصيل أسباب الصيانة وتكريم المرأة المسلمة والاجتهاد في تقليل الحاجة إلى الحديث مع عدد كبير من الخطاب بعمل استبيانات سابقة للمؤتمر ومحاولة التوفيق بين الأكفاء والمتلائمين بقدر الإمكان قبل اللقاء بينهم. ثم قلت ولعل الجواز هو الظاهر أيضا بشأن تلك المواقع التي تجمع معلومات عن الراغبين في الزواج والراغبات للتوفيق بينهم، ولا شك أن هذا مع التزام الضوابط الصارمة في السرية والأمان وسد الذرائع إلى المكروهات. هل يجوز اجتماع الرجال والنساء على طعام وجلوس الجميع على مائدة واحدة؟ ذكرت أنه في الموطأ سئل مالك رحمه الله هل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل آخر، فقال مالك رحمه الله لا بأس بذلك إذا كان ذلك إذا كان على ما يعرف من أمر الناس، ولكن أحمد منع من أكل الرجل مع مطلقته. فإذا المسألة فيها بعض الخلاف، وقد يستدل المجيز بما في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته اللي هي أم أسيد، بل التمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته، يعني هرسته له فسقته تتحفه بذلك. الحافظ ابن حجر الرجر قال وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، لكن لا يشك أن هناك فرقا بين خدمة المرأة أضياف زوجها وجلوس العائلات في البيوت على طعام وسمر. أما تقديم المرأة طعاما لأطياف زوجها فقد يجوز على غير سبيل العادة لإكرام أهل الثقة والأمانة وكذا، لكن على غير سبيل العادة، يعني الرجل لا يجعل امرأته تخدم كل الناس في كل وقت فهذا لا يليق، لكن قد يكرم بذلك أهل الثقة والأمانة. فإنما ذكر من تقديم زوج أبي أسيد الطعام والشراب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لإتحافه وإظهار الترحيب به في يوم عرسها، ولم تكن عادتهم، وإلا لما استحق الأمر أن يقول الراوي فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته. وقد يشكل على هذا التفريق حديث الرجل المجهود، إنه هذا يعني الرجل المجهود، في حديث الرجل المجهود فانطلق لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل المجهود وطلب، يعني سأل زوجاته إن كان عندهم طعام فلم يكن عند زوجاته طعام، فانطلق به رجل من الأنصار إلى أهله ليضيفه، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني، أو لا إلا قوت صبياني، قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، قال فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. ولكن لابد من التنبه إلى كون هذا الرجل غريبا فقيرا مجهودا وقد أطفأوا السراج، ولعل المرأة كانت في ناحية من الحجرة بعيدة عن الرجلين وعندها فلا حرج، أما كون المرأة في نفس الغرفة فلا بأس بذلك إن بعدت عن الرجال، هذا عند من لا يرى طبعا أن آيات الحجاب ناسخة للأحكام المستفادة من كل هذه الأحاديث، وعدم النسخ هو الصواب عندي والجمع ممكن. أما الاجتماع على مائدة واحدة مع مواجهة النساء للرجال
فهو الذي لا ينبغي، إذ كيف نؤمر بغض الأبصار ثم نجلس زمنا طويلا على مائدة واحدة متقابلين؟ إمام النووي رحمه الله قال: ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها لا بصولي أنا ولا ترى العصافير دي موجودة لن تظهر لن تطير، العصافير لن تطير ترى أنا أي طيب آه صحيح أي طيب طيب ماشي. قالوا جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار، ومنها اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة. فنقعد قدام واحدة ساعة وأقول أنا بغض بصري، وكيف تغض بصرك يعني وانت قاعد قدامها على الترابيزة؟ يعني تقعد ساعة قدامها غاضت بصرك، إيش هو ده؟ وكذلك إذا كانت في المحاضرات الإسلامية، ليش يا أخوان خلينا شوية كرياتيف، يعني لو إن إحنا جالسين كده ممكن تحاضر فينا إذا كانت امرأة عالمة، بس تحاضر من زاوية، تحاضر من الخلف، تحاضر من ناحية من النواحي من زاوية. هل يجوز للفتاة المسلمة أن تقضي الليلة لدى زميلة لها للمذاكرة أو السمر وقد يتردد عليهما بعض الذكور؟ ذكرت حديث فاطمة بنت قيس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاعتداد عند عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم ابن عمها وهو رجل أجنبي، فقلت في الحديث الإذن لها أن تعتد عند ابن عمها وهو رجل أجنبي، وفيه نهيها عن الاعتداد عند أم شريك لكثرة ضيفانها، فمدار هذا الأمر على أمن الفتنة والثقة في أهل البيت الذي تبيد فيه الفتاة، والفصل التام بين الفتية والفتيات، والرقابة الصارمة من أهل البيت على ذلك. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. هي في ناحية من البيت والعيال في ناحية من البيت، وفي رقابة صارمة، وفي أهل ثقة ودين من الآباء. هل يجوز للمرأة أن تقبل هدية؟ آه حاضر. أنت ما أنت مشتكيتش بالأمس، يعني لازم تشتكي مني أنا ليه؟ إيه طيب. آخر واحدة هي. هل يجوز للمرأة أن تقبل هدية من زميل لها في العمل؟ وهل يجوز للمرأة العاملة أن تتخذ صديقا تتحدث معه وتفضي إليه ببعض همومها في العمل أو في خارجه في غير خلوة ولا ريبة؟ هو ده نفسه ريبة. ريبة إيه؟ هو ده نفسه ريبة. الأصل جواز التهادي بين الناس، ولكن الهدية بين رجل وامرأة أجنبيين قد تكون من ذرائع الشيطان لإيقاعهما في الفتنة، فلا يسوغ للمرأة أن تقبل هدية من رجل أجنبي إلا عند انتفاء الشبهة تماما، كأن يهدي المعلم الكبير، معلم كبير في السن، لتلميذته شيئا مكافأة لها. يعني أنت بعض هذه الأمور تتضح لما الواحد يكبر شوية في السن. يعني لو عندك طلبة وطالبات وأنت هديت الطالب لتفوقه، تهدي للطالبة لتفوقها، فلا ريبة هنا. أما اتخاذ المرأة، ها؟ الرجل يا أخي، بس هذه تلميذاته متفوقة وأعطاها شيء. الحاصل أقول: أما اتخاذ المرأة صديقا تفضي إليه بهمومها فلا يجوز ذلك ولا حاجة إليه، وهو من شر الذرائع إلى الفتن، والدليل على ذلك عموم الآيات والأحاديث الواردة في ضرر الخلطة بين الرجال والنساء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخ، كان قريت تست فمي شيخ؟ تست. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جميل. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. يبدو أن التست نجح ما شاء الله. تفضل شيخنا. كم الوقت المتاح لي؟ لأنني فهمت أني بالأمس تعديت وقتي، فأنا أريد إن شاء الله أن تزل بوقتي. You have until 9:05 إن شاء الله شيخ. 15 minutes from now إن شاء الله. 15 شوي تنقص هي نص ساعة ثم 25 دقيقة. إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع يقال.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالمسألة الأولى التي عندي لأناقشها مع أحبابي تطرق لها بالشيخ حاتم قبل قليل، كنت أحاول أن أقول له يعني أنني سأتكلم عنها بنعمة التفصيل، وهي قضية المهاداة بين الرجل والمرأة. لو أن رجلا أهدى امرأة هدية وهي زميلة له في العمل، هل لها أن تكافئه بهدية مقابلة؟ وهل يلزم علم الزوج أو الوالدين بذلك؟ وهل يجوز للمرأة المسلمة قبول هدايا جيرانها من غير المسلمين في أعيادهم الدينية والاجتماعية؟ وهل يجوز مهاداتهم في أعيادهم ردا للتحية بمثلها وبأحسن منها بغية التألف وإزالة الاحتقانات الطائفية؟ الجواب عن هذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فالتهادي من الأمور المشروعة بين الناس مسلمهم وكافرهم، والهدية حكمها يتعلق بسببها وماهيتها، ولا يتعلق ب وليس بجنس المهدى إليه ولا المهدي. إذن حكم الهدية دائما يتعلق بسبب هذه الهدية وماهية الهدية. فلو كانت الهدية إخواننا محرمة في ذاتها فإنها لا تجوز، كما لو كانت خمرا أو نحو ذلك، لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسر إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الله إذا حرم شربها حرم بيعها. المقصود أن هذه الهدية ما قبلت لكونها حراما في ذاتها، أو تكون الهدية محرمة لسبب السبب إعطائها، فالسبب محرم. كما تعلمون أن هدايا العمال محرمة، هدايا العمال محرمة، من استعملناه على عمل فرزقناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في السنن. فإذا كانت الهدية كما ذكر الدكتور حرقلي في موضع ريبة أو قصد بها ريبة أو نحو ذلك فلا تقبل بل ترد. لكن إذا كانت الهدية بغرض صحيح فلا بأس، ولو كانت بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية، ولذلك يهدي الخاطب مخطوبته وهي أجنبية باتفاق الفقهاء، ويهدي الرجل ويهدي كما ذكر الشيخ مثال، مثلا كلو أهدى العالم أو الشيخ أو الأستاذ طلابه أو المدير موظفيه في الشركة. أنت صاحب شركة وعندك موظفات تشتغل عندك في الشركة، ورد أن تهدي الجميع هدايا، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، رجالا ونساء. ودل على جواز التهادي بين الرجال والنساء عموما ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فأهدت أم سليم هدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. علق الشوكاني رحمه الله تعالى على هذا قال: وفيه قبض قبول الهدية من المرأة الأجنبية كما في النيل. وأيضا دل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: تهادوا تحاب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ثم يقطع من أعضائها ويبعث في صدائق خديجة، يعني لصديقات خديجة. وفيه قبول هدية الأجنبي إذا خلت من الريبة وكانت مباحة في ذاتها، ولا بأس بإخبار الزوج أو الوالدين، لأن التكتم على مثل هذه الهدايا يجعل فيها نوع ريبة، يجعل فيها نوع ريبة. هذا فيما يتعلق بقضية قبول هدية الأجنبي أو الأجنبية. أما مسألة قبول هدية غير المسلم فأكثر أهل العلم على جواز قبول هدية غير المسلم وإهدائه تألفا لقلبه، وأيضا حسرة من حسن العشرة وصلة الرحم إن كان ذا رحم، وحسن الجوار إن كان ذا جوار. وأكثر أهل العلم كما قلت على ذلك استدلوا بأدلة، منها حديث أنس رضي الله عنه أن يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة وكانت مسمومة في الصحيحين، وكما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا غير المسلمين من أهل الكتاب، فكما تعلمون أهداه المقوقس ملك مصر، أهداه ماريا، وأهداه بغلة
وأهداه طبيب، لكنه رد الطبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء قالوا رد الطبيب لأن العرب كانت لا تتطبب بطب الأعاجم، بل عندهم من الطب ما هو من شأنهم. وقيل أنه رده تخوفا منه، وقيل أنه رده صلى الله عليه وسلم تخوفا منه. والمقصود أن ملك إيليا كما في حديث أبي حميد الساعدي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، ونصوص كثيرة تدل على قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهدايا من غير المسلمين، للهدايا من غير المسلمين. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أهدى وأهدي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها ويثيب عليها. طيب، يبقى عندنا إشكال في حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين، وهذا استدل به بعض أهل العلم لعدم جواز قبول هدايا غير المشركين. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث، حديث اللي هو الإمام أحمد رحمه الله وأبي داود، هذا يعني إن قلنا بصحته، فالذي يظهر والله أعلم أن الجواب عن هذا الحديث، واحد أنه يقال أن هذا الحديث عن زبد المشركين إنما قصد به يعني ما كان فيه منه، أو كان فيه نوع من الاستدلال للمسلمين، نوع من الاستدلال للمسلم، أو يكون فيه نوع من تكون الهدية في ذاتها محرمة، وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أقبل هدية مشرك، كما في حديث كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك. يعني هذا الحديث قال الحافظ في إسناده رجال وثقات إلا أنه مرسل. وقال الخطابي رحمه الله وفي هذا الحديث وجهان، أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن للهدية موضعا من القلب، وقد روي تهالو تحابه، ولا يجوز صلى الله عليه وسلم عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية. والذي يظهر الله أعلم أن أدلة الإباحة أقوى وأظهر وأشهر من مثل هذه الأحاديث التي لا يخلو أسانيدها من مقال في جواز قبول هدية غير المسلم، في قبول هدية غير المسلم. أما ما يهدونه بسبب أعيادهم فأهل العلم أكثرهم على جواز قبولها أيضا، فلو أهدى لك في يوم عيده هدية جاز لك أخذها ما لم تكن هذه الهدية محرمة في ذاتها، كما لو كانت صليبا أو خنزيرا أو نحو ذلك. سألت امرأة عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أطيارا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وعن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه، وقد نقلت لكم كلاما طويلا لأهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث علق على جملة من هذه الآثار وقال فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغير العيد سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائرهم في الكفر. أما يعني مسألة العكس وهي إهداء المسلم لغير المسلم فهو جائز، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أرضكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم، ومن البر والإقصاد الهدية. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، وذكر باب الهدية للمشركين واستدل بهذه الآية. وروى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك وسأله عن الحلة، فقال عمر أهديتها إلى أخ لي وكان مشركا قبل أن يسلم فأهداها له. الشاهد هذا الدليل على جواز إهداء غير المسلم من الهدايا. أيضا يدخل في هذا، ذكرت لكم فتوى وهي مهمة لنا كالأمة في قضية إهداء لحوم الأضاحي، هل يجوز إهداء لحوم الأضاحي وتوزيعها على الفقراء؟ جاء في جواب للجنة الدائمة في الإفتاء يجوز أن يهدي المسلم لقريبه وجاره وغيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب ولو من الأضحية، وأن يتصدق عليهم تطوعا إن كانوا فقراء صلة للرحم وأداء لحق الجوار وتأليفا للقلوب. أما مسألة مهاداتهم في أعيادهم الدينية فهي لا تجوز، لا سيما إن كانت مما يستعان به في أعيادهم، لقول الله تعالى وما أنا من المشركين، يعني ما أنا من حالهم ولا أحوالهم ولا أعيادهم في شيء ولا أحوالهم في شيء. وقد نقلت لكم يعني جملة من كلام أهل العلم في عدم جواز الإهداء في أعيادهم خاصة، في أعيادهم خاصة، لكن الإنسان يتحرى أن يهاديهم في أعيادنا، يتحرى أن يهاديهم في يعني غيرها من المناسبات، يجوز أن تهاديهم في غير أعيادهم الدينية، في غير أعيادهم الدينية. والأعياد الدينية اليوم عندنا هنا في مثل هذا، في مثل إيستر اللي سيأتي الآن في إبريل أو مثل الكريسماس ونحوها، فالمهاداة بقصد هذا العيد الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تجوز، أنها لا تجوز الهدية في ذاتها، ويشتد حرمتها إن كانت الهدية مما يستعان به على يعني أعيادهم والاحتفال بها والاحتفال بها. أما غيرها من الأعياد كعيد مثلا الثانكسجيفن أو عيد الفورث أوف جولاي أو غيرها من الأعياد غير الدينية فإن الأمر في هذا عندي أسهل وأوسع، والله عز وجل أعلم، والله عز وجل أعلم. يعني هذا ما يتعلق بالهدية، وأنا أعرف أنه بقيت لي 5 دقائق لأن هيثم قال 9 و5 دقائق والآن بقي لي 5 دقائق على هذا الوقت حسب توقيتي. من المسائل التي أحب أن أذكرها بس في ختام هذا العرض السريع، المسألة بالأمس أنا يعني ما وسع الوقت لذكرها، وهي مسألة تهذيب الحاجبين أو النمس، وأعرف أن لابد أنكم خطم فيها، وأود منكم أن يعني من الأئمة والمشايخ يعني النظر في أسلوب طرح هذه المسألة. عندما نتكلم عن القضية الفقهية هي موجودة عندكم بفتاوى أهل العلم وكلامه، لا سيما العلماء الذين رأوا جواز النمس تزينا للزوج، وهذا رأي أغلب بالفقريد من هذه المسألة، بغض النظر عن كونه رأي الأغلب أو الأقل أو هو الرأي الذي ترجحه ولا، لكن أريد أن يكون تعاملنا مع المسألة في نوع من اللطف، لأن أحيانا تعاملنا مع هذه المسألة وكأنها يعني القاصد. بل أنا أعرف من حال بعض الأئمة أو يعني أن أحد النساء قال لها الإمام تطلقي من زوجك ولا تأخذ ولا تنمصي، يعني ولا تأخذي من شعري حاجبيك، يعني شدد في المسألة لهذا الأمر. وأنا أقول يا أخوان إذا كان يعني المسألة فيها سعة وفيها خلاف يعني ينبغي أن يكون تعاملنا معها، لك أن تبدي رأيك بما تشاء، لكن ينبغي أن يكون تعاملنا معها ليست بالحدة والشدة التي أراها أحيانا في طرح هذه المسألة خصوصا، حتى أن أصبحت بعض النساء تعتبر أن مسألة النمس هو الذي يحدد هي ملتزمة ولا لا، هي متدينة أم لا. كذلك ما يتعلق بكثير من المسائل المطروحة في هذا البحث، يعني من أهدافي في الحقيقة لما ناصرت أن يطرح هذا الموضوع أن يكون تعاملنا مع قضايا النساء لا أقول فيه نوع من الليونة والسهولة، لأن أحيانا أيضا قد يفتح الباب إسرائيل، لكن أحيانا لا ينبغي يكون بنوع من التشدد، هذا باب سد الذرائع أخشى أن يكون أحيانا استغلال له كاليهود الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله، شددوا على أنفسهم، وضعوا آثار وأغلال وأسرار على أنفسهم من باب سد الذرائع. لو تقرأ في كتب اليهود لعلمت أنهم كلهم أتوا من باب هذا باب سد الذرائع، وباب عظيم في الدين لا تخطي فهم، لكن احيانا اجد ان احنا نشدد فيه بشكل يعني يخرج عن مقصود الشرع، ونشدد فيه بشكل حتى اننا يعني ننفر الناس. فانا ارجو ان يكون هذا البحث العلمي الذي
نتداول بهذه الأطروحات يجعل لنا نوع من التوازن في طرح مسائل تتعلق بالمرأة في التعامل مع البنات والتعامل مع النساء في هذا اليوم. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق. ويعني في هذه الدقيقتين أترك المجال إذا في أحد عنده سؤال أو تعليق إن شاء الله تعالى. According to what we had agreed from yesterday, we're going to have Sheikh Salah Hafizahullah take about 5 minutes or so to follow up on what was discussed, inshallah. And then at 9:15, we're going to have the next two presenters present the next session. So. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفقنا بالأمس أن يكون الوقت الأكبر في هذه المحاضرات للمناقشات بإذن الله. اشتكى بعض إخوتنا بالأمس أن الوقت المتاح للنقاش وقت محدود جدا وأن يعني المسائل لا ينضجها إلا النقاش وأن المحاضرة ما هي موجودة مكتوبة ولو كان مجرد إلقاء المحاضرة فقط بدون نقاش تبدو الفائدة أقل. طيب على كل حال أخشى أن ينقضي موضوع المرأة والعلاقات الاجتماعية ولا نكون قد تعرضنا لبقية النقاط الواردة في هذا الموضوع. عندنا مسألتان سريعتان. المسألة الأولى يعني قال جمع الأسر على أنشطة دعوية واجتماعية في المناسبات الدينية والاجتماعية لغير المسلمين. يعني تأتي مناسبة كمناسبة الكريسماس أو غيرها يعني يقترح بعض الجاليات أن يجمعوا العوائل والأسر في مناسبات داخل البيوت أو داخل المساجد بديلة لكي يوجد بديل لأولادنا عن التطلع إلى المشاركة فيما يفعل من احتفالات بدعية أو احتفالات شركية أو احتفالات ممنوعة في الجملة. فهل مثل هذا التصرف يجوز أم لا؟ يعني بقول ان هذا في القصد في الجملة لا شك انه قصد حسن ومن الملائم ان نحرص في مثل هذه المناسبات على شغل ناشئتنا بانشطة نافعة وتحصينهم من الوقوع في هذه المزالق لكن ينبغي عدم التقيد بشعائر معينة خروجا من شبهة البدع الاضافية. يعني بعض الناس يقولوا احنا عايزين هذا اليوم نصوم فنستحدث صوم يوم ثم يأخذ هذا قاعدة الاعتياد والاضطراد فإن كان الأصل سنة فأخشى أن تكون الكيفية بدعة. التقييد بزمان معين أخشى أن يأتي الابتداع من هذا الباب. يعني إنما تتنوع البرامج ولا تمضي على وتيرة واحدة ذلك أن كل جزئية من الدليل العام لم يجر عليها عمل السلف نعم فإن اعتياد الأخذ بها بدعة إضافية. وطبعا نحن لا نخلط في هذا الباب ما بين التراتيب الإدارية من ناحية اللي يراد بها استثمار الوقت المتاح في أعمال الخير والتخصيصات التعبدية التي تكون لاعتقاد أفضلية الزمان أو المكان المعين. فمجرد أن تعتاد على عمل ما وأن تنظمه بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان والارتباطات الحياتية لا يعد في ذاته من جنس الابتداع. ان احنا نعتاد ان يوم السبت والحد نعمل ساندي سكول مثلا او نعمل انشطة اجتماعية في يومي السبت والحد مش لاعتقاد خصوصية افضلية في السبت والحد لكن لان هذا هو الوقت المتاح للجاليات الذي يمكن ان تجتمع فيه في هذين اليومين للاجتماع على انشطة تحفيظ القرآن الكريم او اقامة انشطة دينية في المساجد ونحوه
فهذا ليس لا يعد من قبيل الابتداع في شيء. لكن تخصيص يوم معين يعني لم يأتي في تخصيصه أو في تخصيصه أن يكون صوما لم يأتي فيه حديث بعينه، هذا الذي يخشى أن يدخل في باب إيه؟ أن في باب البدع. المسألة الثانية مسألة مخالطة المثليات، يعني قالوا هل يجوز للمرأة المسلمة مخالطة المثليات والخلوة بهن؟ نعم. وهل يجوز لها مخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة وقد تكون بقايا الذكورة عالقة بهن؟ القول في هذا يتفرع عن القول في الباعث على هذه المخالطة والغاية منها، يعني فإن اقتضتها مخالطة في مجاورة في مسكن أو مزاملة في عمل أو نحو ذلك وأمنت الفتنة والريبة وكان للمسلمة في ذلك نية صالحة من الدعوة إلى الله تعالى وبيان شؤم هذا المسلك، ثم آنست في نفسها القدرة على القيام بهذا العمل من غير أن يعارض بمفسدة راجحة فلا حرج، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتختلف الفتوى في هذا باختلاف الأحوال، فلا تنصح الشابات ولا حديثات العهد بالتدين بما ينصح به من كنا أكبر من ذلك، سواء من يعني من كنا أقدم إسلاما أو أكبر سنا أو نحو. بالنسبة لمخالطة المتحولين من الذكورة إلى الأنوثة فإن الفتوى تختلف باختلاف الأحوال، فإن كان هذا التحول يعني لخلل جيني وقد رد فيه المتحول إلى أصله وأصلح لديه هذا الخلل بالتدخل الجراحي فلا ضرر في هذه المخالطة إذا اقتضتها كما سبق مخالطة في عمل أو مجاورة في مسكن أو نحوه وكانت للمسلمة فيها نية صالحة. أما إذا كان هذا التحول أمرا مفتعلا يعكس شذوذا جنسيا وانتكاسة فطرية وفعلا كان يخشى من بقايا الذكورة الموجودة لدى هؤلاء فينبغي أن تبقى هذه المخالطة في حدودها الدنيا التي تقتضيها الضرورات والحاجات الماسة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولا شيء يعدل السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا بس بالنسبة لموضوع الهدية أنا كل الذي قاله الشيخ وليد موافق عليه 100%، لكن أنا بس أقول أنه في أمر مهم أردت أن أقوله، أنه صيغة السؤال الذي أجبت عليه أنا هل يجوز للمرأة أن تقبل هدية من زميل لها في العمل، قلت أنه الجواز مرتبط بانتفاء الشبهة والريبة، والحقيقة أن زميل لها في العمل تختلف المسألة مع الأعمار، يعني لو أن زميل لها في العمل يعني ترى لو أن أنا مثلا أعمل في مصلحة حكومية في القاهرة وامرأة كبيرة في السن جاءت بعدت طعاما وأطعمتنا ثم جئتها أنا من بيتي بطعام فأهديته لها، هذا السيناريو يعني خالي من الشبهة والريبة، كل الهدايا التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس خالية من الشبهة والريبة، لما تضع الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق خلاص خرجت الشبهة والريبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهو بمنزلة الوالد لا أنه لا يعني بمنزلة الوالد في الأحكام فلا تحل له مناكحة المؤمنات، لكنه بمنزلة الوالد لجميع المؤمنين فخرجت الشبهة والريبة، فمدار الأمر على انتفاء الشبهة والريبة كما ذكر الشيخ وليد، فليس هناك خلاف في هذه المسألة، إلا أنه لابد أيضا أنه يعني يكون هناك حذر في هذا الموضوع، لأنه التهادي بين رجل وامرأة أجنبية عنه زميل لها في العمل وهي تهدي وهو يهديها ثم تفضي إليه بهمومها ويفضي إليها بهمومه، هذا واضح يعني هذه خطوات الشيطان، لكن احنا كلنا هنا نقول للشيخ وليد بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها برها وبلغت برها. اوكي.
وبلغت أشده. طيب السؤال عن الهدايا أجبته. هذا سؤال للشيخ وليد، لماذا فرقت يا شيخ وليد بين الهدايا في الكريسماس والثانكس جيفينج؟ دام فضلك. سمعت السؤال شيخنا؟ شيخ وليد؟ نعم تفضل يا هيثم. تفضل شيخ وليد. يا شيخ وليد يقولون هنا السؤال يقول لماذا فرقت بين الهدايا في الكريسماس والثانكس جيفينج، وتعريف في العيد حاصل فيهما. وبعدين بس خلاص جزيتم خير. قال وانا سمعت نصف السؤال بس خلني اعيده حتى اتاكد انه هو سمعي صحيح او ظني صحيح. السؤال هو عن الكريسماس والثانكس جيفينج، هل هم يقول يعني ان تعريف العيد ينطبق عليهما كذا؟ نعم. ويقول لماذا فرقت بين الكريسماس والثانكس جيفينج؟ الثانكس جيفينج هو استحدث في امريكا فقط وليس موجود في غير الولايات المتحدة الامريكية، وهو عيد احتفل به يعني الساتلرز أو الناس اللي أتوا إلى أمريكا وأنشأوا الكولونيز اللي هي تعتبر المستعمرات الأولى التي وضعت في شمال شرق أمريكا وغيرها. أول ما حصدوا وعملوا زراعة وحصل فيه حصدوا المحصول، لأن كان يأتي الشتاء ويدمر محصولهم، فلما حصل أنهم استطاعوا أن يحصدوا المحصول قبل الشتاء وانتفعوا به، جعلوا هذا يوم سموه يوم الشكر، يشكرون فيه الله عز وجل أن يسر لهم زرعهم وأن حفظ عليهم زرعهم. هذه بعدين أصبح بعد ذلك يوم يحتفل به الأمريكيين، يشكر يتذكرون فيه النعم التي وردت عليهم بهذا البلد وهذه الزراعة وهذه البركة في الأرض ونحوها. ليس له أي متعلق ديني وشيء وطني مثل 4th of July أو غيره، بمعنى أنه ليس منصوص عليه لا في التوراة ولا عندهم في الإنجيل ولا في الكتب السماوية، ولم هو من ميراث الشرع، ولا يعني تنص عليه النصرانية. فتجد مثلا هذا لا يعرف في أوروبا ولا يعرف في غيرها من البلاد، حتى من يكون كاثوليكي هنا لا يعترف به كجزء من شعائر الكنيسة أو شعائر الكنسية، ولذلك لا يظهر لي أن هذا الشعار أنه من الأعياد الدينية مثل العيد اللي يسمى عيد القيامة أو الإيستر أو عيد ميلاد المسيح ونحوه، مما يعتبرون جزء من ديانتهم وينصون عليه أنه جزء من ديانتهم. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني في فرق بينهم. وأحب أن أقول يعني أن من المسائل التي هي محل بحث عندي الآن، وهي الآن عندي يعني اليقين الذي أفتي به أن الكريسماس وغيره من الأعياد الدينية التي لا يجوز، لكن في الحقيقة من محل البحث وأنا يعني أستحد هممكم على النظر فيه، أن الكريسماس الآن قد حتى ينظر إليه أنه ليس عيد ديني. يعني الكريسماس بوضعه الحالي في كثير من الأحيان، يعني هناك من يناقش ويجادل ويقول ان الكريسماس تحول من عيد ديني الى شيء اجتماعي ليس له اي علاقة، يعني عامة اكثر الخلق اللي يحتفلون به لا يربطونه باي معنى ديني، ليس مرتبط باي معنى، لا سيما انه لا يوجد ايضا اصول في الانجيل او في الكتب السماوية عندهم تربط ميلاد المسيح ايضا بهذا اليوم، يعني او تربط هذا التاريخ في ديسمبر باي معنى ديني، وإنما حولوه بهذا، ويقولون أن أصبح هذه مجرد قضية اجتماعية تعرف عليها الناس، يعني تسوقها يعني الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. هذا الكلام غير مقنع تماما لي، ولذلك لا أقول به ولا أراه، لكن أرى أن هذا قد يكون مسألة تحتاج إلى تأمل، وقد رأيت بعض المعاصرين من كتب في هذا، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث في نظري لتحديد هذا الكريسماس. لكن نحن نبقى على اليقين الذي نعرفه أنه هذا هو الذي نراه إلى الآن أنه عيد ديني لا يجوز الاحتفال به. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. Brothers, listen, just so that we understand, after this next session, there's a whole hour and a half, a whole hour and a half that's open for Q&A. So inshallah, if we can start this next session on time and finish it on time, we have Sheikh Al-Manisi as well as Ad-Daram Ali presenting. After that, there'll be at least an hour and a half if we can keep the comments and the questions short as well as the answers to be concise. Hopefully we can get a lot done. So if it's okay with everybody, inshallah, if we can move on to the next session then, inshallah.